فجر غادر منذ خرق نظام الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، شهدت الأرض المحتلة تصعيدا ممنهجا في ممارسة القمع والترهيب، حيث تعرض العديد من المناضلين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والمراقبة اللصيقة وحصار المنازل والاعتداءات الجسدية لإسكات صوت الجماهير بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. ففي يوم 19 نوفمبر 2020، وفي إطار هذا التصعيد، تعرضت المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خية رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ببجدور المحتلة وعضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي لمضايقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان متكررة منذ 19 نوفمبر الماضي من قبل سلطات الاحتلال المغربي. وفي صبيحة فجر هذا اليوم على الساعة 4:30، تم تنفيذ هجوم غادر على منزل عائلة المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خية من طرف قوة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال المغربي بمختلف تشكيلات الأجهزة القمعية المغربية. وخلال هذا الاعتداء الجبان، تعرض جميع أفراد أسرة خية لشتى أنواع الضرب والتعنيف، ولم تسلم منهم والدة سلطان والبالغة من العمر 84 سنة، كما تم حقن المناضلة سلطانة خية بمادة مجهولة. وهذا ولم يسلم المنزل من العبث بمحتوياته وتلطيخ أثاثه وسرقة بعض أغراض المنزل. ويأتي هذا العمل الإجرامي مع ذكرى مجزرة تفكيك مخيم قديميسي. وفي هذا الصدد، تناشد عائلة أهل خية كل المنظمات الحقوقية والضمائر الحية لإنقاذ حياة الأسرة، كما حملت سلطانة خية المنتظم الدولي كل المسؤولية فيما تتعرض له العائلة من أعمال انتقامية وجريمة اغتيال بطيئة.